يعني طائرة مسيرة من اليمن تعبر تدخل إلى يافا، إلى مدينة يسمونها تل أبيب، شارع السفارة ومنطقة حساسة، هذا تمريغ يعني أنف الكيان. أحسنت. ومو من غزة، ومو من الضفة، ومو من رام الله، من اليمن. من اليمن. طيب ما هو أساسا الفصائل أيضا وصلت إلى هذه المديات، ليست مديات عصية كما قلت، ومن مسألة الجبهة في داخل إسرائيل مفتوحة. المفارقة الغريبة أن القدرات التسليحية المستخدمة والرسائل التي هي وإن عدت شرق أوسطية، لاحظت بالخطاب يقول أنه إحنا ضربنا الحديدة، هي رسالة شرق أوسطية وليست رسالة إلى اليمن. أي واحد يتجرأ يشرح بالضبط.